ابني سريع البكاء ويحرجني أمام الناس. والله شوفوا يعني على قولتهم هي مرة واحدة أنتم تسوونها مع الطفل بعدين يمشي مثل القطار. إذا يوم من الأيام كان يبكي أمام الناس قعدي أنت، حطي كرسي وقعدي، قولي له بابا ابكي لما تخلص، بس لازم أنت ما تنحرجين من الناس. إذا تنحرجين من الناس صار عندي مشكلة في التربية، معناته تربيتك داخل البيت حتختلف عن تربيتك خارج المنزل. يصير الطفل في هالحالة فهم انه ماما او بابا سلوكهم يتغير داخل البيت وخارج البيت. تعرفون شو يسوي الطفل بهالحالة؟ يصير ما يطلب اي طلبات الا لما يطلع برا البيت، ولا يسوي اي مشاكل الا لما يطلع برا البيت، لان يعرفون ان انتم تخافون من الناس، وهو كشف نقطة الضعف عندكم فيشتغل عليها. لكن لو انت تعطينا شعور انك ما تخافين من الناس ولا عندي مشكلة مع الناس، وحتى لما الناس يشوفوني ويشوفون ولدي يبكي اقول لهم والله قاعد يبكي، انا قاعد انتظره ينتهي من البكاء، يعني شو المشكلة؟ ما في مشكلة، خلوه يعبر عن عواطفه بالبكاء. فاذا مرة مرتين ثلاث بعد ذلك سلوك الطفل يتغير.